مدريد اوساسونا، شفنا كيفاش اساسونا في الدوري الاسباني الدرجه الاولى، هذا النادي اللي كسب شخصيه امام، خاصه امام اتلتيكو مدريد وين تشد معاه البريمير ميتون 0-0. شفنا كيفاش خرجت البريمير ميتون 0-0. شفنا ديغو سيموني وين حط التشكيله المعوده اللي بدار يلعب بها، وين لعب ب 4-4-2. شفنا السيتي المدرب تاع اساسونا اللي دخل بخطه 4-5-1، يعني خطه دفاعيه محضه، ما كاش اللعب. شفنا كيفاش شفنا جان في اتلتيكو مدريد وين ضيع هذا، وين انقذ المرمى تاعو امام سيرجيو من جانب اساسونا في الدقيقه 53. يعني كيران شفنا كيفاش فيليبي، شفنا خوسي من جانب اتلتيكو مدريد، شفنا ساولو، شفنا خوري توماس نيمار اللي خرج في الدقيقه 54. شفنا جولي فيليكس، يعني الفارو موراتا، شفنا انخيل كوريا. يعني المباراه هذه مباراه اللي كانت تكتيكيه كذلك ما بين مدربين. شفنا كيفاش ما كانش كاين تغييرات بزاف، ما شفناش تغييرات بزاف. شفنا اللعب، شفنا حماس كبير من جانب اتلتيكو من اجل الفوز بالمباراه. لكن نقولوا اساسونا وين كان دار تكتل في الدفاع، وين دار تكتل كبير في الدفاع. شفنا كيفاش ما نساوش سيرجيو هاريري الحارس تاع اساسونا الذي انقذ المرمى تاعو، وين فوكوندو دافيد راول نافاس، يعني روبرتو اولبير، يعني درالكو فاران روبن لويس، يعني افيلي. يعني كانت نقولوا كانت المباراه مباراة كانت تكتيكية ما بين المدربين، خاصة وين مدرب يلعب ب 4-4-2، مدرب يلعب ب 4-5-1، يعني في الدفاع، وين كيما خاصة اساسونا وين كيما بداو المباراة، وين شفنا كيفاش ما غيروش الخطة تاعهم، قعدوا يلعبوا ب 4-5-1. نقولوا باللي اتلتيكو مدريد وين سيموني وين وضع هذه الخطة، فين كذلك ما غيرهاش، وين لعب ب 4-4-2 الخطة تاعهم، الخطة اللي معروفين بها اتلتيكو مدريد. هذه هي المباراه، مباراه اتلتيكو مدريد اساسونا الدور الاسباني الدرجه الاولى الجوله 17. صحيح.